دكتور، طرق العلاج، ما هي أحدث التقنيات اللي وصل إليها الطب في علاج الجلوكوما؟ إحنا عادة نبدأ بعلاج الجلوكوما بالقطرات، ويوجد أنواع كثيرة في الصيدليات لعلاج الجلوكوما. خط العلاج الأول قطرات. هذا خط العلاج الأول عادة. نعم. قطرات عادة توضع مرة واحدة أو مرتين يوميا، وأضرارها أو مشاكلها الجانبية مشاكل خفيفة، وإذا عادة صار في مشاكل منها نتحول من نوع لنوع آخر حسب وضع المريض. وفي عندنا كمان علاج بالليزر، وفي علاجات جراحية. دكتور، القطرات حتبقى ملازمة للمريض طوال فترة حياته؟ نتعامل مع المرض كأنه مزمن؟ في أنواع معينة من الجلوكوما هي أنواع حادة بنسميها أكيوت، وهي عبارة عن أنواع بتصير بمراحل مؤقتة أو معينة، وهي ممكن أنه نعطي القطرات لأوقات معينة بعدين نستغني عنها، أو ممكن نعمل إجراء جراحي معين ويستغني عنها المريض. لكن في معظم الأحيان الجلوكوما مرض مزمن يرافق المريض طول حياته، فيا أنه بنعطي قطرات بتظلها طول العمر، أو أنه بنعمل إجراءات جراحية بالليزر أو الجراحة معينة للتخفيف من الاعتماد على القطرات. هاي العلاجات الجراحية دكتور ممكن تكون فيها تصريف للسوائل الموجودة في العين، في أجهزة معينة ممكن فعلا يتم فيها تصريف السوائل من غير الحاجة إلى جراحة؟ طبعا في عنا عدة أنواع للليزر. في ليزر بخفف من إفراز السائل في العين. عظيم. وفي ليزر آخر بزيد من تصريف السائل إلى الجسم. نعم. فهذول نوعين ممكن أنه نستعملهم قبل ما نلجأ للعمليات الجراحية. وفي عنا عمليات جراحية بنسميها مينيمالي إنفيزيف، بتكون عبارة عن قسطرات صغيرة جدا لا يوجد فيها جراحة كبيرة، هي عبارة عن مليمتر أو 2 مليمتر. نعم. ممكن نعملها في زاوية الحجرة الأمامية وتصرف وتعمل لنا تخفيض للعين من دون اللجوء لجراحات كبيرة، لأنه الجراحات الكبيرة لها مشاكلها. دكتور، في زراعة لصمامات العين ممكن نلجأ لهذا الأسلوب؟ هاي من الجراحات الكبيرة للعين اللي حكينا عنها. تكون في حالات متقدمة دكتور؟ بالضبط، في حالات متقدمة ومرات في حالات متوسطة، أو في حالات لتخفيف الاعتماد على القطرات. والصمامات في عنا عدة أنواع من الصمامات. نعم. هي كلها تقوم بتصريف سائل العين من داخل العين إلى خارجها. لما نقول دكتور سائل العين، هل يقصد فيها الدموع مثل ما بفكروا غالبية الناس؟ لا طبعا، العين ولا بيكون داخلي؟ العين عبارة عن حجرة لها ضغط، والضغط. نعم. هذا بسبب سائل معين، زي كأنه كرة وإحنا ملينها سائل، وهذا السائل له ضغط معين لازم يبقى موجود، إذا زاد مش كويس وإذا قل مش كويس، فلازم يبقى الضغط موجود، فهو عبارة عن سائل داخل حجرة العين. والسوائل اللي هي بتكون جوا العين مو الخارجية اللي تطلع؟ لا، الخارجية ملهاش علاقة في ضغط العين أصلا. عظيم. إذا دكتور خلينا نتحدث عن المضاعفات في حال إهمال علاج الجلوكوما، ممكن يؤدي لا قدر الله إلى فقدان الرؤية، هل ممكن استعادة الرؤية اللي تم فقدانها لاحقا بعلاجات معينة، ولا من الصعوبة بات الأمر؟ للأسف في مرض الجلوكوما زي ما بنحكي بالعامي، اللي بيروح ما بيرجع، فبالتالي إذا فقدنا جزء من الخلايا في العين هاي ما بترجع أبداً دكتور؟ لا ما بترجع، فبالتالي هو فبدنا نحافظ على اللي ظل. كل هدفنا هو الإبقاء على ما تبقى، وكل هدفنا هو الفحص المبكر والكشف المبكر للمرض، عشان إذا اكتشفناه في المراحل المبكرة ما يكون في عنا أضرار على المدى البعيد، لأنه زي ما تفضلتي ممكن أنه في حالة الإهمال أو عدم العلاج بشكل جيد يؤدي المرض إلى العمى، وهو إشي غير مرتجع. تقريباً شو المدة اللي ممكن فعلاً يحمل نفسه فيها المريض ويكتشف فيما بعد أنه فقد الرؤية؟ حسب شدة المرض، مرات هاي بتكون عدة أشهر، مرات بتكون عدة سنوات، فإذا كان المرض شديد ممكن ما يمهله أكثر من عدة أسابيع لعدة أشهر. دكتور، بما أننا كنا نحتفل قبل عدة أيام بالأسبوع العالمي لضغط العين، دعنا نوصي ونوجه نصائح للمشاهدين منكم أنتم كأطباء عيون للحفاظ على صحة العين والوقاية من الأمراض مثل ارتفاع ضغط العين والجلوكوما. النصيحة تتكون من شقين، الشق الأول الناس اللي عندهم سيرة مرضية في العائلة، أنه أبوه أمه أخته عندهم ضغط عين، يبادر بالفحص المبكر لضغط عين ويحكي للطبيب أنه أنا أحد أقاربي من الدرجة الأولى عنده ضغط عين، عشان نعم. إذا في عنده إشي نكتشفه بشكل مبكر. النصيحة الثانية، إذا اكتشفنا المرض
الرجاء عدم الإهمال فيه، لأنه مرض إذا لم يعالج بشكل جيد يؤدي إلى نتائج قد تصل إلى العمى. فبدنا تشخيص كويس، وبدنا متابعة عند الطبيب، وبدنا التزام بالعلاج، لأنه هاي من المشاكل بتواجهنا عدم التزام المرضى بالعلاج الموصوف في بعض الأحيان.